أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد باسيو مع أيوب. الباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في واحد البلاصة اللي كتعتبر من أحسن بلايص اللي كاينين في طنجة، عندها تاريخ قديم وعندها إطلالة ساحرة كتطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. البلاصة ديالنا ديال اليوم كيجيو لها زوار من داخل المملكة وسياح من دول العالم. الباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في كاب سبارتن. هاد المنارة اللي كتشوفوا في 200 درهم هي منارة ليمورايا، اللي هي منارة سبارتن، اللي هي أقدم منارة في المغرب، اللي تبنت سنة 1864 بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن. والسبب باش تبنت هاد المنارة هادي بعد واحد الحادثة اصطدام الباخرة دونا إيزابيل اللي تبع البحرية العسكرية البرازيلية. هاد الحادثة اللي مات فيها 250 ملاح برازيلي، والعمر ديال هاد المنارة تقريبا 160 سنة. انا ماشي من طنجة، عندي لا فامي في طنجة، حنا من الرباط وكنجيو العطلة هنا ديما كنجيو. وهاد المرة جينا لهنا لكاب سبارتن وصراحة تبدل بزاف ديال الحوايج هنايا، تبارك الله الخضورية والمنظر دار زوين، وحتى لا ديكو تبارك الله غزالة، ما شفتهاش في بلايص وحدين اخرين، يعني كاين مدن وحدين اخرين كنمشيو لهم ما كنلقاوش فحال هادشي، ما كاينش هاد البلاصة. كنا كنجيو ولكن هاد الافتتاح هذا الاول اول مرة كنجيلو، يعني كنجيو لكاسباتا باسكو كاين لوطخ كوتي اللي هو في لي كافي وهداك الشيء كنجولو دايما. مي هاد لا زون هادي كانت قديم ما كان فيها حتى حاجه، مي هاد لا ديكو اللي درتو الخدمه اللي خدمتو برافو، زعما غير انا دي اختي هما اللي خدموا ماشي انا. المهم اللي خدم هنايا راه تبارك الله عليه، زعما غير انا دي كلشي كاين، الخضوره لاسباس فين يجلسوا الناس، منظر رائع زعما ما شاء الله. وخلاص نقول لك يا مرحبا بك في طنجه ومرحبا باي واحد، اي واحد جن طنجه مرحبا به. ربي يخليك لي على خطيك، هذا هو طنجه ديما كترحب بالناس وديما كنلقاو الجديد، يعني ما كنقنطوش فيها، وديك الشيء علاش كنجيو لها ديما ديما ديما، واشاك فوا كنجيو كنلقاو دي سوربريز. تشكي ما جاليش غالي فيها مونادا معاها دور في بلاصه توريستيك وعندك مونادا معاها، يعني كتيكي زائد كونسوماسيون، فيه كونسوماسيون، فيها كونسوماسيون، يعني الثمن مناسب، الثمن مناسب، دور تحوس ومن بعد تجلس في شي قهوه تشرب موناتيك ولا قهوتك، بالنسبه لي انا ماشي غالي. حتى الناس عجبهم هذا الشيء، يعني الاصلاح اللي فيه وفيه مناظر وكلشي كيجي كيفرح وكيدخل. ولاد نقاوة دابا انت كتشوف ما كانش هاد الشيء هنا، مرة اللي كتشوف هاد الشيء هنا ما كانش داخل، ما كاين والو، عاود كان كلشي مهرس كلشي مكدا، ابعد نقاو الدنيا مزيانة، يعني مزيانة. بنادم مثلا 30 درهم يعني يجيو يتسارى وفيها كونسوماسيون، فيها كلشي، انا قلت لك مزيان. هما دابا عاملين تخفيضات، يعني عاملين العوز تيتون 15 درهم، 15 درهم برافو ليك، وكبارين يعني 30 درهم، 30 درهم وفيها عاود بحال اللي قلت كونسوماسيون فيها، يعني مناسبة. إلا جينا تدخل تما غتشوف بحار وتشوف يعني الطبيعة، وتشوف الطبيعة وتعمل تصاور تما وغتشرب شي حاجة وتخرج بحالك. طنجة يا العالية، طنجة يا العالية، عالية وبمواليها وليلى، حتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الباسيو ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وباسيو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.